أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! فريق الإسماعيلي حصد المركز الثالث في بطولة كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على أمبي بركلات الترجيح 5-4 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة. النادي المصري حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كاس مصر بعد الفوز على إيسترن كامباني 1-0. سجل الهدف محمد جريندو لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 78 من المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كاس مصر. بيدرو جيمرايش مخطط الأحمال بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي قاد اللعيبة في فقرات بدنية متنوعة مع بداية فقرات التدريب الجماعي للفريق اللي اتلعب امبارح على ملعب التتش في الجزيرة، وبيخوض الأهلي تدريباته عشان يستعد لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز واللي هتتلعب يوم الثلاثاء اللي جاي. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.